شاب صغير في قسم عمليات وجد حقات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى صحبه. سيد رئيس الحكومة، سيدات والسادة الوزراء، السيد الوالي، سيد رئيس الجهة المحترم، السادة رؤساء جماعات ترابية، السادة العمال، سيدات والسادة الحضور، بداية شكرا السيد رئيس الحكومة على هذه المبادرة ومرافقة المرافق لك. حقا في إطار إعداد هذا اللقاء هذا تلقينا مع مجموعة ديال المنتخبين، تلقينا مع السكينة وتلقينا مع المجتمع المدني. مع الأسف لقينا انتظارات كثيرة بزاف السيد رئيس الحكومة، انتظارات لقيناها كثيرة بزاف. لذلك غادي نلخصها لك في كلمة واحدة وندوزو المسائل العملية. الكلمة الوحيدة اللي ممكن تفك المشاكل خصنا نعطيو أمل في المدى القصير والمستعجل للشباب والنساء ديال الجهة الشرقية وخاصة مدينة وجدة. لذلك السيد الوزير غادي نكون عملي، وجدنا لك واحد الملف مطلبي وخاصة في واحد مجموعة ديال المشاريع اللي دوزناها في مجلس العمالة ورسلنا الوزارة ديالكم وكان التجاوب نسبيا يعني غير كافي. لذلك عندنا ثلاثة مشاريع. المشروع الأول يتعلق بالنسبة بالوجدان يشور، واحد مشروع لترحيل الخدمات، احتاجينا واحد الأرض اللي كاينة الآن كتستغلها وزارة الاتصال. السيد وزير الاتصال تجاوب معنا ولكن طلب منا أن التحويل ديال الأجهزة ديالو تكون على نفقة المجلس، المجلس ما عندوش ميزانية كافية. لذلك نرجوكم السيد وزير الحكومة والسيد وزير الاتصال أن التحويل ديال ديك الأجهزة يكون على نفقة ديالكم من أجل إخراج هذا المشروع اللي ممكن يشغل 7000 منصب شغل للشابات وشباب هذا الإقليم اللي كيعانيو في بطالة. المشروع الثاني وهو حلبة لاستباق الخيول، وفرنا مع تعاون مع السلطات الولائية ومع العمران 30 هكتار من أجل إنجاز حلبة الخيول بالمواصفات العالمية. غادي يجلب لنا وتحرك لنا شوية الحال الاقتصاد والسياحة. لذلك تمنينا وزير الفلاحة يكون حاضر معنا باش نخرجوا هذا المشروع بوجهه. المشروع مع الأسف كنتصارع مع الوقت. المشروع الثالث اللي راسلنا وزير الصحة، السيد وزير الصحة الله يخليكم خذوه بعين الاعتبار. مستشفى الفارابي زادوا فيه ملحقات كثيرة لدرجة أن الشمس مابقاتش كتدخل فيه. عرفتوا أشنا أول مؤشر ديال أول حاجة باش تكون الصحة مزيانة هي الشمس. مستشفى الفارابي ما فيهش الشمس. يعني خصنا نبنيو مستشفى فارابي جديد والقديم نشوفوا شنو يديروا فيه. آخر مطاف باش احتراما للوقت، أكبر أمل غادي يكون السكان ديال إقليم وجدة هي زيارة مولوية وتعطي دفعة لاستثمارات الخارقة للثروة والخارقة لفرص الشغل. شكرا جزيلا. بارك الله فيك، سهلت علينا المولية سي سعيد.